إذن المعايير المهنية للعملية الإعلامية في أوروبا يفترض أن تراعي حقوق الأفراد، ويعود ذلك إلى اتفاقيات تشمل معظم دول الاتحاد الأوروبي. متى وقعت وكيف تنفذ؟ سنعرف مع حلا. الحريات بأوروبا إلى حدود حلا. بشكل عام حازم، تتوقف حرية الإعلام وقت بتبدأ خصوصية الفرد. وعن الفرد والإعلام في الاتحاد الأوروبي، أقرت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 1953 European Convention on Human Rights. هذه الاتفاقية تضمن حقوق عديدة، منها حق حرية التعبير وحق خصوصية الفرد. هذا على مستوى الاتحاد الأوروبي بشكل عام، لكن إضافة لهذه الاتفاقية أقرت كل دولة بشكل منفرد قانون التشهير لحماية خصوصية الفرد، وتعتبر جميع الادعاءات أو الاتهامات التي تؤدي إلى جرح شرف شخص ونشر أو استنساخ هذه الادعاءات تعتبر بحكم التشهير. معظم دول الاتحاد الأوروبي تعتبر التشهير جريمة وليس خطأ مدني، مما قد يعرض للسجن ولغرامة مالية، باستثناء بعض الدول التي لا تزال تعتبره خطأ مدني، مثل اسكتلندا وقبرص وإستونيا ورومانيا وإيرلندا، إضافة للمملكة المتحدة. ولكن بالرغم من الاتفاقية الأوروبية من جهة وقانون التشهير من جهة أخرى، إلا أن الحدود التي تفصل بين حرية التعبير وخصوصية الفرد ليست واضحة في كثير من الأحيان. ولكن هناك مسارات يستطيع الفرد من خلالها أن يواجه التشهير بطريقة قانونية، منها المفاوضات غير الرسمية. من خلالها يمكن للفرد أن يتواصل مع المؤسسة التي انتهكت خصوصيته، يتحاور معها ليجد حل ما يرضي الطرفين، كما له الحق في رفع دعوى قضائية مباشرة ضد الصحفي نفسه، وفي حال رفضت المحكمة المدنية قبول الدعوى، يحق للشخص المساء إليه أن يرفع قضيته إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية European Court of Human Rights. هذا بالنسبة للقانون، ولكن هناك حالات لم يكن القانون واضحا في التعاطي معها. بالعودة إليك حازم. شكرا حلا.